مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. بداية الأحد في انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن الأجواء لطيفة في النهار تميل للبرود ليلا، لكن اعتبارا يوم الاثنين إن شاء الله ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، لتصبح اعتبارا يوم الثلاثاء وحتى نهاية هذا الأسبوع أجواء ما بين دافئ إلى حارة نسبيا، وبتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات بشكل واضح ما بين على الأقل 6 إلى 9 درجات مئوية. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد الأحوال الجوية المتوقعة انخفاض قليل على درجات الحرارة، أجواء لطيفة أثناء النهار لكنها تميل للبرود قليلا أثناء الليل، أيضا أجواء مغبرة في المنطقة الجنوبية الشرقية، أجواء مغبرة وغائمة جزئيا في أقصى شمال المملكة، مع فرصة على سقوط زخات رعدية من مطر على الحدود الأردنية العراقية. أما درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية العظمى 23 والصغرى 12، المرتفعات الوسطى 20-10، المرتفعات الجنوبية 19-9، الأغوار والعقبة 32-16، وخليج العقبة 31-15، والبادية الجنوبية الشرقية 24-12، والمنطقة أو البادية الشرقية 29-15 درجة مئوية. يوم الاثنين بداية الارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، أجواء تقريبا معتدلة في النهار لطيفة بالليل، مشمسة نهارا يتخللها ظهور بعض السحب، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل تقريبا ما بين 1-3 درجات مئوية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 25 والصغرى 16، المرتفعات الوسطى 23-16، والأغوار والبحر الميت 34-21، والمنطقة الجنوبية أو المرتفعات الجنوبية 21-13، وخليج العقبة 33-19، البادية الجنوبية الشرقية 26-16، والبادية الشرقية 29-15 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع كبير واضح على درجات الحرارة، تصبح الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها تقريبا ما بين 6-9 درجات مئوية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 33 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 29-21، والمرتفعات الجنوبية 27-18، والأغوار والبحر الميت أجواء حارة 38-24-25 درجة مئوية، والعقبة أجواء حارة 38-24 درجة مئوية، البادية الجنوبية الشرقية 30-18، وكذلك البادية الشرقية 30-18 درجة مئوية، أجواء حارة نسبيا نهارا لكنها معتدلة ليلا. الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا بامتياز، أجواء تشبه أجواء الصيف. المنطقة الشمالية العظمى المتوقعة 37 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 32-22، المرتفعات الجنوبية 30-21، الأغوار والبحر الميت بحدود 39-40 العظمى، والصغرى بحدود 28 درجة مئوية، العقبة 40-25 مع أجواء مغبرة، والبادية الجنوبية الشرقية 32-20، والبادية الشرقية 33-21 درجة مئوية. أيضا الأجواء يوم الخميس أجواء حارة بامتياز، أجواء تشبه الصيف من حيث درجات الحرارة ومن حيث معدلات درجات الحرارة، والدرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 10 درجات مئوية، رايحة تكون يوم الخميس على الأقل أعلى ب10 درجات. العظمى المتوقع في المناطق الشمالية 38 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 33-21، والمرتفعات الجنوبية 31-21، الأغوار البحر الميت بحدود 41 العظمى، والصغرى بحدود 28 درجة مئوية،
أجواء حارة بامتياز، والعقبة أيضا أجواء حارة ومغبرة 41 إلى 24، البادية الجنوبية الشرقية 33 إلى 22 حارة، وأيضا البادية الشرقية 35 إلى 22 مع أجواء حارة. يوم الجمعة انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 30 والصغرى 18، المرتفعات الوسطى 28-19 والمرتفعات الجنوبية 26-19 والأغوار البحر الميت 36-24. العقبة أجواء طبعا حارة نسبيا إلى حارة في الأغوار مع حدوث انخفاض على درجات الحرارة عن اليوم أو اليومين اللذين يسبقان يوم الجمعة، والخليج العقبي أيضا انخفاض على درجات الحرارة حوالي 5-6 درجات عن يوم الخميس، وأجواء مغبرة وحارة نسبيا 35-23، والبادية الجنوبية الشرقية 34-22 أجواء حارة نسبيا، وأجواء حارة نسبيا أيضا في البادية الشرقية والعظمى المتوقعة 36 والصورة 22 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع